السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم طلاب الصف الخامس من مدارس هبة الله. نرحب بكم أجمل ترحيب. مكملين معكم يا أبطال سلسلتنا التعليمية بإذن الله، واليوم رح نبدأ بدرس قراءة جديد من الوحدة الخامسة. بإذن الله رح نتعرف على مدرسة الصلب الثانوية. في البداية رح نتعرف على موقع مدرسة الصلب ومكانتها بالنسبة للأردن، بأن هاي المدرسة هي أول مدرسة بنيت في الأردن وأفضل مدرسة شهدها التاريخ، أكيد كلكم بتعرفوها. رح نبلش الآن قراءة الدرس، ركزوا معي، نفتح الكتاب مع بعض ونتبع على قراءة الدرس. خلينا نبلش. القراءة: مدرسة السلط الثانوية. مدرسة السلط الثانوية. تعد مدرسة السلط الثانوية معلما تربويا وعلميا وحضاريا، فقد كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في الأردن طوال عهد الإمارة من عام 1925 ل1946 ميلادي، وتخرج فيها عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كله، وكان لهم الفضل في بناء الأردن الحديث في مختلف المجالات السياسية والإدارية والقضائية والفكرية والأدبية. بدأ ببناء المدرسة على التل المطل على وادي الصلب بمساحة 30 دنماً، وشارك المواطنون في بنائها، وجمعت التبرعات منهم ومن الأثرياء. وصل الملك عبد الله الأول ابن الحسين حين كان أميرا إلى الموقع، فوضع حجر الأساس في احتفال حاشد في المدرسة ملاعب وقسم داخلي لمبيت الطلاب الذين كانوا يأتون إلى المدرسة من الأقطار المجاورة، وفيها أول مكتبة مدرسية في تاريخ الأردن وأول مرصد جوي. وحظيت مدرسة السلط كذلك برعاية جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، فقد زارها أكثر من مرة وأشاد بدورها التربوي الكبير في رفض الأردن برجال الفكر والسياسة، وما زالت تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله. والآن يا خامس رح نتعرف على أهم الأفكار الرئيسية التي وردت في النص. في البداية ذكر النص عن تحدث النص عن أهمية مدرسة السلط الثانوية ودورها الريادي في تخريج رجال المجتمع الكبار الذين استلموا مناصب مهمة في الدولة. طبعا هي كانت المكان الأول للتعليم في الأردن، أول مدرسة. دور المواطنين والجهات الرسمية في بناء مدرسة السلط، زي ما شفنا بالنص إنه كتير من الأثرياء يعني الأغنياء والأمير عبد الله الأول اللي ساهموا في بناء المدرسة. طبعا كان الأمير هو من وضع حجر الأساس لبنائها. كمان أيضا ذكر النص أقسام مدرسة الصلب، وزي ما شفنا من خلال النص إنه فيها ساحات، فيها ملاعب، كان فيها أول مكتبة، كان فيها أيضا مرصد جوي، وعشان كان يجوا ناس من مناطق بعيدة من الكرك، من المعان، من البتراء، كانوا يجوا يدرسوا فيها. كان فيها أيضا مكان مخصص لمبيت الطلاب، يعني كانوا يناموا داخل بناء المدرسة. وذكر النص أيضا دور الهاشميين في رعاية مدرسة السلط، وما زال أيضا جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله يقدم ما تحتاجه المدرسة من رعاية وعناية. والآن يا مس رح نتطلع على بعض القضايا النحوية التي وردت
في الفقرة الأولى. هلأ الفعل تعد هو فعل مبني للمجهول. أي إيش يعني مبني للمجهول؟ أن الفاعل مجهول غير معروف. السلط، كلمة السلط وكلمة الأردن هم أسماء معرفة، وهم اسم علم فيها تتكون من في زائد الهاء. الفي هي طبعا حرف جر، الهاء هي ضمير متصل ويعرب في محل جر اسم مجرور. إجا عندي كمان كان لهم الفضل. كان فعل ماضي ناقص. إيش يعني مناقص؟ يعني بياخد اسم وخبر. طيب فقد كان أيضا، فقد كانت المدرسة الثانوية الوحيدة. فقد كانت هون قد أفادت التحقيق. ليش؟ لأنه تبعها فعل ماض. الكلمات السياسية الإدارية القضائية هي أسماء منسوبة أضيفت لها ياء النسبة المشددة. وكمان عندي كلمة أرجاء، جمع، تكسير. رح نكمل معاكم الدرس، خليكم معي يا حلوين. الآن رح نتعرف على بعض الكلمات في المعجم والدلالة. كلمة معلم أي بناء مشهور، أرجاء أنحاء، المطل المشرف، مرصد موضع تعين فيه حركات الكواكب، رفد دعم، عهد زمن، الفضل الإحسان، حاشد كثير، أشاد به أثنى عليه ومدحه، تحظى تنال مكانة. سؤال اثنين، سؤال ثلاث راح أترك لكم إياهم واجب حلهم على الكتاب. أيضا معاني الدرس حفظ غيبا. دمتم بألف خير. إحنا هلا وصلنا لنهاية درسنا. ألقاكم على خير بالدرس القادم.